لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا مبارك بمحمد بن بادي مدير السباقات والأنشطة يعطيكم العافية في يوم ثالث أو ثالث أيام المهرجان. كيف شاهدت الأمور تسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم موقع الأبرقة وعلى ذا التغطية الطيبة ووجودكم يوميا في الصباح وفي المساء وتغطيتكم لجميع المهرجانات والسباقات. اليوم الثالث اليوم صراحة شفنا أتيام قوية عند هجن أم الزبار وهجن الشحانية، وهذا أول مرة يمكن يصير عندنا التيم هذا 17، دليل أن في هذا جاي من أشواط الإنتاج خذ شوط مفتوح، القعود قوي والقعود الرئيسي ومصنف أصلا من أشواط الرئيسية والرموز، والقعود يعني صراحة اليوم ركض يعني أعتبره ركض مريحية يعني. والحمد لله نشكر جميع اللي فازوا اليوم واللي حققوا رموز، وتوزعت الرموز على 6 مضمرية من مسؤولية من هجنة الشحانية وأم الزبار، وهذا شيء طيب. حتى اللي حقق رمز السنة اللي فاتت حقق رمز اليوم في الإنتاج عند أخوي بن سلامة وعند أخوي محمد قريع بن محمد غدير، وهذا شيء طيب ونفرح احنا كلجنة منظمة سباقة الهجن نشوف الرموز تتوزع بين أكثر من مضمر. مبارك، هل هذه ثمرة أشواط الإنتاج اللي عدت لهذه الهجن من السنة الحقائق؟ أكيد أنها عدت، وفي اهتمام من المسؤولين على إنتاج أم الزبار أنهم قاعدين يعدون هجنهم، وعندهم يعني نوعية صراحة لو يرفع في الإنتاج لو يرفعونها في أشواط المفتوحة راح تتحقق أشواط رموز. شاهدنا اليوم عتيم وهذا شيء طيب، وإحنا حتى عند الشعب شفنا أيام طيبة في سن الإنتاج، وإحنا لجنة منظمة سباقة الهجن مهتمين في أشواط الإنتاج وراح نطور منها إن شاء الله في السنة هذه والسنوات القادمة إن شاء الله. محمد، بما يخص مهرجان المؤسس، كيف شاهدت الإقبال عليه في هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي؟ الإقبال كبير، مثل أنا ما تكلمت وصرحت قبل أن العدد العام كان حوالي 7800، السنة تقريبا حوالي 8600 مطية، في ازدياد كبير، في ارتياح من المشاركين. نشكر أخواننا من دول مجلس التعاون اللي وجدوا عندنا وشاركوا عندنا، من المملكة العربية السعودية، من سلطنة عمان، من دولة الكويت مع أخوانهم من دولة قطر، وميدان الشحانية دائما يرحب أخوانهم المشاركين ونقول يا مرحبا ومسهلا بالجميع. وفي ارتياح من وحتى احنا حتى في أيام التسجيل مددنا يوم زيادة للتسجيل عشان نعطي فرصة للجميع يشارك. نعم، بيض الله وجهك أبو محمد. باقي عندنا 8 أيام من أيام المهرجان، رسالتك للمشارك؟ نتمنى التوفيق للجميع، ونقول اللي ما حالف الحظ في الأيام الثلاث هذه إن شاء الله يحالف الحظ إن شاء الله في الأيام القادمة في سن اللقاية وسن الجداع والثنايا والحيل والزمول، ونتمنى التوفيق للجميع، واعتبر أنا الكل فائز في هذا المهرجان الكبير. بيض الله وجهك، شكرا جزيلا لكم. شكرا أخوي محمد. Show me.